هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. نروح؟ لا لا ما نروح ما نروح. نروح، ولو رحنا ما نوافقش، ولو ما وافقناش ليش نروح؟ ما نروحش. نروح ما نروحش، ويا بقرة صبي لبن صبي لبن. صقعهم الرئيس، هذه قرارات تاريخية بتغيير نائب الرئيس ورئيس وزراء. يسمونه في الضمنة قفلة، وفي الكرم برضه قفلة، وفي الكويت قفدة. تمططوا وتمططوا يوم يومين ثلاثة يمكن يحققوا شيء على الأرض يعوض كسرة الناموس. ما فيش. وهوبا إلى الكويت، ويومين في الجو، يومين في الجو، ما حد داري فينهم. تقول إلا ركبوا صاروخ سكود، من حقهم هذاك وضاع في الجو. غصبا وصل مسقط وجلس يربخ يوم وليلة. أحيه ويجي أم أبا بنفسه يشوف حل ويصلح غلطته. عليها العار من فلت رفيقه. كم بتقولوا لنا إنه ناقصكم محرم؟ عادي، عدنا حنا من بلاد وبنرسل معكم التنباكي، ما فرقت وانسكم كذا أحسن. في فرق بين السياسة وبين الدلال وبين المياسة. الثالثة ما تليق إلا على كم الغانية، مش مهدي المشاط وفايقة مخبازة. يمين لو كان الوفد يضم شاكيرا ومادونا وريهانا وأنجلينا، قولي ما كان يحتاج الوقت ده كله يقنعوهن. إيش ده؟ شغل إغراء ولا إيش؟ بتستو على الحدود تشتي سلام، نشتي هدنة، نشتي حال سياسي. لما قال حال السياسي قلتهم بعد أسبوع من هنا لا هنا يوم الخميس. هذا ما عادوش إغراء، قدو شغل لا إخ را. ليش الخميس؟ بلاش إحراج، الأمور هذه تحصل. يعني حلو يجي لكم المشاط وهو مش ممشط، وقضى يكون أوباما موجود لو في شيء ولا شيء. ساعة الرحمن ذا الحين المعذوم بنفسه موجود، بدل ما نرجع نقول قرن الشيطان شاطر وكذا، يكون الشيطان الأكبر بنفسه موجود. واللي فيها الخير لازم نوافق على أوباما. والموز لأمريكا. وش ولا Obama, 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 Obama. Entu yar. Obama, 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 Obama. Oh ay ay ay. Eh eh eh. Obama. Jayek lila Americo, Obama. Will de bladek mel Africa, Obama. لا عزوزة تسلم عليك أحسئين خمسة واللي خميس عليك. وو 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 باما جايك للأمريكو باما، ولد بلادك من الأفريكو باما. لا عزوزة تسلم عليك يا حسئين خمسة واللي خميس عليك. وو وو أوقاتكم. بعد شهر من البتاسة الحوتية في السعودية لابن فليتة ومن معه، قضوا مبكعين في الحدود تبكيعاً، بصموا واستلموا واستسلموا وقلعوا الألغام وأكلوا كبسة. وبعد شهر تذكروا حتى الكرامة، فقط لما جاء دور المفاوضات مع الشرعية. مع الشرعية عندهم كرامة، مع غيرها ما فيش أي مشكلة، ينقصفوا ويندعسوا عادي. أهم شيء الهنجمة الداخلية، وهات يا قلاب صور في إعلامهم ونخيط ورفض للمشاركة في مشاورات الكويت. فليتوقف العدوان، ولكل حادث حديث، ومن يتحدث عن تأخر مشاورات الكويت فعليه أن يسائل ولد الشيخ عن خلفيات ما تسبب به من تدليس وإيهام المجتمع الدولي. أن الأمور على ما يرام، وهي ليست كذلك مطلقا وإطلاقا وأبدا والبتة.
البتة ولا البتاسة؟ مطلقا وابدا والبتة قلت لي ها؟ طبعا تصريحات والد الشيخ وبقية مسائل الأمم المتحدة لأكثر من شهر إن الحوثيين وافقوا على المشاورات والآن ينكروا موافقتهم. راحوا ظهران الجنوب تحت القصف، قلعوا الألغام تحت القصف، سلموا الأسير السعودي تحت القصف، استلموا المعونات تحت القصف، واستعادت المقاومة أكثر من منطقة وهم في السعودية مبتسين وعادي. ولما بدأ وقف إطلاق النار قبل المشاورات بعشر أيام ما عقبهمش ما عقبهمش ورجعوا يتلككوا. طيب إيش دخلوا ولد الشيخ؟ منه بسيط، تسبونه كذا ليش؟ والآن هي تدفع ثمن حماقة ممثلها المفترض أن يعود إلى حيث عمله السابق كمسؤول بعثة أممية لمكافحة فيروس الأيبولا غرب أفريقيا. لحظة يا حاج، لو بنفتح ملفات العمل السابق مش تمام، مش تمام خالص لكم تحديدا. ها فهمتنا؟ من بيكتب لكم الكلام الأهبل هذا في النشرات؟ حتى انت بترجع تمزق بالمحابشة وحميد رزق بيرجع لمهنته القديمة، فسيبكم من ذا الكلام. وبعدين انتم كده ما تتجملوش من أحد، ايش الندالة اللي فوقكم؟ كل اللي يخدمكم ترجعوا تبهدلوه. قليل معروف من سر الفيشي ولد الشيخ كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أن ينتهز فرصة مجيء أوباما غدا إلى السعودية ويسافر إليه ويطلب منه إعفاءه هذه المهمة الثقيلة، وليقول له: يا أوباما، الحرب على اليمن مشكلتك أنت ولا قبل للآخرين بها. قلت لي أوباما ها؟ أوباما نفسه اللي ما رضيتوش تروحوا للمشاورات إلا لما جاء يا ابني كيري. شوف والله العظيم الناس بطلوا يسألون متى ممكن تنتهي الحرب، هي في النهاية بتوقف وما عاد حد يفتقع منها. السؤال الأهم والأكبر هو متى بينتهي كذبكم؟ معقول بيجي يوم كذا وتعيشوا من غير كذب؟ ما أظنش. المهم بعد العك والعقن واللت والهنجمة الكذابة فوق أصحاب بني حشيش خرجت العرايس وخرجتها من بيت أبوها عسر يا بن فليتا. مغادرة الوفد الوطني تأتي بعد ضمانات، نذهب إلى المفاوضات بعد أن حصلنا على التزامات وضمانات أممية ودولية. حموز الحوثي، كنت محتاج ضمانات عشان تروح ها؟ أنت تحديداً من حقك تحصل على ضمانات، من حقك، من استمرار اللطم بالقزم. وفي النهاية أكبر ضمانة حصلتم عليها تعيينكم لهذا الكائن مستشار لمحافظة حقه، اطمنتوا كذا؟ طيب كويس، في النهاية تي زي ما رحت جيتي. نطلع فاصل، صمتوا معنا. مرحبا بكم، يا حيا يا حيا. زي ما تعودنا منهم لا تصاير الحوتي يبليك يرد ما فيه فيك، وقع عهدا في كل الجبهات ويخرقوها مباشرة، حتى اللي كانت تهدئة ما حد اطلق عليها نار غير الحوثة. وقعوا يفكوا حصار تعز من اليوم ولا افتك الا لخف القردي. نحن نقول لهم اذا لم يفتح بقوة هذه البلد سوف نفتح وسوف نتبعه بإرادة الجنوب. شوف يا قردي، المسألة مش لغة ارتمام عشان تتعب في فهمها، هي مدينة محاصرة من ميليشيات أسيادك وأنتم وقعتم على رفع الحصار، شغل الزنقلة ده خذ الناس حافظين له. وبعدين جديد أنك تهدد ها؟ خلاص طلع لك باسور أبو قاواق. طيب اتخبر عن تعز سيدك سارق الساعات، ورد لنا خبر لما يرجع الوفد الانقلابي الوطني حقكم من الكويت. اللي ما افتهمني هو كيف صار من ضمن تفسيرات الحوثيين لاتفاقات الهدنة المزيد والمزيد من اختطاف واعتقال الناس. هذا اليهودي اليمني يحيى يوسف مختطف لدى الميليشيا لأنه ما رضاش يهاجر إسرائيل مع البقية، وخرب الاتفاق الحوثي مع الوكالة الدولية. طبعا أذية هؤلاء لكل كائن حي باليمن، ولا عاد خلوا يمني مسلم أو يهودي إلا وهو آذوه.
وفوق هذا يقرقروا بناتهم من المدارس عشان يصرخون باللعنة الحوثية. واللعنة على أزعر واللعنة على أزعر. صرخنا ولا ما صرخنا؟ قراشك يا ربي قراشك. صرخنا ولا ما صرخناش؟ خلاص ماذا الحين؟ ألف مبروك، دخلتهم في دين الحوثي بدون غسال. وبرضه ما بيطلقوا سراح أبوكم لأنه ضمن صفقة ببيع للأسف، ولازم يصدركم عبد الملك الحوثي من بلادكم إلى نتنياهو دعم القضية الفلسطينية بالمزيد والمزيد من المستوطنين. محور مقاومة ولا مش محور مقاومة؟ هيا وش ولا نقص. فضائح تتلاحق، وبطلها هذه المرة أبو الفضائح وأكبر الفضائح المخلوع أبو عفشفش. وهذه المرة موثق بفيلم طويل وعريض يشرح كيف خان هذا الكائن العك في بلده وحرية بلده والنظام الجمهوري والسيادة وكل شيء. 33 سنة تحلف أيمان يا أبو عفشفش من عام 1978 إلى اليوم ما انخلعت، وفي الأخير تطلع لي عكفي سلمها للإمامة وأبشع عصابة إرهابية في تاريخ اليمن. أنصب منك ما شافت الأجيال. بداية التنسيق كانت من هذه المقابلة. أيوة شيخ مبغوث. مرحبا، كيف حالك سيدي؟ شفت الرجاء؟ أيوة شفت، هو ناقصنا وطار نامع وضرحنا على كل ما في لوسنا. وش قال؟ قال مستعد انه يبلغ الجهات دولة بس يلا. ايش قال لك الخبير؟ من هو الخبير برأيك؟ خبير تقليد؟ طبعا لا، ما فيش غيره خبير البطانيات من حاشد الى عدن. بشوفوا كيف يتعامل مع اتباعه بشكل مهين، ويشقوا ويقاتلوا ويزيد يدفعهم اللي فوقهم اللي تحتهم. انتقام رباني والله، واللي لهفوه في عهده يصرفوه اليوم عشان اوهامه رضا ولا صبي. قل لي يا رجال اصرف ما في الجي ما في الغي. ولا ما عاد تسلم ان يجي واحد كيف عرض. لا هو اذا تشي الصدق امان انه اغنى من الملك عبد الله. امان انه اغنى من الملك عبد الله. والله سبحان الله، انت ما كنا من هذا الحديث الذي ما ندريك بنفعله. الو الو. ايوه فين اسمعك؟ ما اعرف هذا صاحبي من اول الثوره. طيب والناس اللي ما بيسمعهم ما يفعلوا. اغنى من الملك عبد الله اسمه جنيدا. تخيلوا لو كان اسمه ثلاثة قلود. هذا هو صاحبه من أول أيام الثورة، كيف بيفعل باللي صاحبه قبل أمس؟ إيه يلي كنتم مشايخ نشتي بقاش نشتي بقاش. قصكم على الجمهورية قلتم لا، المخلوع دفعكم البقاش والحوثي شغلكم خبز. حقائق كثيرة كشفها فيلم خيوط اللعبة، بعضها حقائق معفنة. فقام علي الذفيف دخل دورة المياه يكلم علي الحاكم دون يعني خشية أن نسمع ما يتكلم. دقيقة وإذا وزير الدفاع محمد ناصر يقوم بعده ويدخلوا دورة المياه ويغلقوا الباب ويتكلموا الاثنين، علي الذفيف قايد اللواء العاشر مع قايد اللواء التاسع مع محمد ناصر يتكلموا مع علي الحاكم. رجال المخلوع أسقطوا البلد في يد الميليشيا من داخل حمامات. حمامات؟ حمامات رتب عسكرية كبيرة وبدلات ميري ويخليكم المخلوع والحوثي تدخلوا الحمامات مع بعض؟ ما عاد لقيتوا ايش مكان تتآمروا فيه بو ولا اثنين يدخلوا حمام وثالثهم ايش كان؟ عالم عمري ما بتنضف ولا بتعرف النظافة، عشان كده ريحتهم بانت وفاحت. ويقول لك ليش العرب ما راحوش يقاتلوا اسرائيل وابو يقاتلوهم؟ من ريحتكم الله يقرفكم. في واحد رجع من الجنة بعد ما سمع الصن والطن اسمه ياسر العواضي. خلونا نشوف ابن الجنة هذا ايش عمل. الجمهوري تواصل معي ياسر العواضي ولمح لي على الموضوع انه رئيس وانه ما عندنا علم، بعدها قال في الوقت الجاي اتصل علي عبد الله صالح يقول عندكم الرئيس هذا اعتقلوه اعملوا، قال ما فيش عندنا حد من هذا. ليش يا ياسر رجعت من الجنة ليش؟ مش الجنة احسن من الشغل المقرف اللي قاعد تشتغله للمخلوع وابنه؟ هذه آخرتها تتحول إلى شمام تقص أم أثر بعد الرئيس هذه؟ تشتيك أن تصغره بالطريق؟ وابوي والكشيفة يا ياسر وابوي، مع أنه اللي قال بقصن
وطن بدار الرئاسة ناستانين مش هالرئيس هذي. يلا ايش نقول غير ولا ويا ليد اخوك تعبان وراسي مصدع كله من وراء الحوثيين واصحاب المخلوع تعبوا اهلي والله. المهم نحن دحين بنتكلم في موضوع ثاني وبعدين بنرجع لهم، مجهزهم حاجه سمينه بتعجبهم. بنبدا في فقره تردد حضرمي من برنامج شش ولا نخص. موضوعنا الاولي عن الطلاب المبتعثين في الخارج، باختصار عيالنا اللي يدرسون برا. ديلك ضيتهم انهم ما حد عيلهم لا من الشرعيه ولا من الانقلابيين، عادهم يزعلون لحق الانقلابيين. الركز اكثر على موضوع المخصصات الماليه اللي ما توصلهم اصلا، والله شفوهم تعبانين هناك. هذيل المفروض انهم هم يرجعون ويبنون البلاد، يعني على الوضع اللي هم عايشين فيه اكيد ما بيصحصحون، عشان كذا بغناهم يكونون ورايقين وصاحيين عشان يجون هنا ويبنون نحن. لانه الجامعات هنا اللي عندنا ساعة تستمر وساعة توقف، على الأقل ذلاك يصحصحون شوي، ما يقع اللي هناك مقفلين واللي هنا مقفلين، البلاد بعد بتقوم، حكومة الشرعية، نحن بنقولكم مع أبغانا الإنقلابيين خلوهم على جنب، بغناكم منكم أنكم تبدون بخطوة إيجابية وتشوفون وضع المساكين ديله. وزارة التعليم العالي، تعالوا لهنا، وين دوركم في الموضوع ده؟ عيالنا مرميين من ماليزيا لما ألمانيا. وما حد نكفهم ولا قالهم من وين جيتوا. بعدين الانقلابيين سمعت ان لكم يد في الموضوع ده، يعني ما بغيتوا حد يتعلم، يعني الفلوس ما تنزل الا للدبابات والبنادق. قول الانقلابيين خافوا ربكم، ميزانية بلاد كاملة لقيتوا بها قربع ما قربع يسمونها. ورايك في الانقلابيين ما بغوا يعطون عيان شوفوا ده بيقول لكم ما بيسمعونك ما يسمعون حد ديله. هم يعني عيالنا ذا اللي برا تابعين لمن؟ يعني بغتوهم يتمون لما تنتهي المباراة والله كيف الوضع؟ شوفوا باختصار بقولكم شغلة، اللي يشوف نفسه هو اللي بيفوز في الحرب اللي نحن فيها هو اللي يرسل لهم مصاريفهم لأنه هو بعدين بيحتاج لهم، لأنه مساكين لسان حالهم ذيل اللي هم برا يقول أنا لي الله لو تخليت عني ما حد يموت يا صاحبي قبل يومه. شش ولا نخص. دحين بنجيل المخلوع والحوثيين باختصار نفاضيلهم، ان الجماعة طبعهم اللعب على الحبلين سياسة وحرب. التردد والمراوغة طبعا مو تردد حضر مياه. التردد والمراوغة في الجماعة قصدي انه شبه غريب طول، حتى من 2011 رجعوا شوفوا كيف كان المخلوع انه ما بغى يوقع على المبادرة الخليجية وجالس يتلاعب عليها، وبعدين لما نوقع على المبادرة الخليجية انقلب عليها وانقلب على البلاد كلها. الجماعة ماشي جديد معهم، حتى وهم بيروحون المفاوضات جالسين يراوغون ها نروح والله ما نروح. يا جماعة حتى لما راحوا هناك قدهم عند الباب جالسين يقولون ها ندخل والله ما ندخل. يا جماعة معدوا وقته روعين واتلقون. المشكلة انه الجماعة يوافقون على بنود الصبح ويرفضونها الظهر. وبعدين يا جماعة معكم بعدين حالكم بيكون كما ما قال المحضار طلبت الصلح والهدنة وخلي ما يريد الصلح باشرنا بطلق النار. ولا نخص. دي ولا نخص من حق المحضار دي ولا نخص حق اللي بداية الحلقة ويقولكم كيني ولا ميني. يلا.